يعني الساكنة ككل والشباب والرؤساء الأندية، ونتمنى لهم التوفيق وإن شاء الله يا ربي يزدهروا ويكونوا أندية متوفرة الحمد لله، وكاين ملاعب وكاين تفجر المواهب ديالها. وهذه هي السياسة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لأن عندها مشروع ضخم مشروع كبير جدا لسيدنا نصر الله كيعطي الأوامر ديالو باش نكونوا في التراب الوطني كامل، يعني جميع النقاط في التراب الوطني اللي كتستاهل الملاعب واللي عندها الوعاء العقاري. ومن هذا المنابر ديالكم كندعو السياسيين والسلطات انه ينخرطوا في هذا المشروع هذا، والجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم عامله الخدمه ديالها. نعم، اربعه الملاعب سلمناها البارح، اليوم بين اليوم والبارح خمسه، وادا مليل، مركز التكوين دوجده، ملعب في بركان واحد الحي عاود شعبي، وكذلك اليوم بن طيب ملعب بن طيب، ودابا حنا في ميدار ملعب دريوش ياك ميدار، اذا في ميدار. وانا فرحان جد مسرور بهذا المجهود اللي عملوا هذا المنتخبون وهاد الناس والساكنه والسيد العامل والناس اللي هما منخرطين في هذا المشروع. والجامعه حطت الملعب مليار سنتيم تقريبا، لانه باش يستفد منه يستفدوا منه الشباب المنطقه والفرق والانديه ديالهم. اذا اللي يمكن نقول لك احنا باقي خصنا نزيدوا مشاريع اخرى هنا ان شاء الله الرحمن الرحيم. رئيس الجامعه كيقول لك في مكان شي بلاصه عندهم الوعاء وخصو ملعب حنا غادي نشتغلوا عليه، وهو مشكور اللي كيقلب الدعم ديالو مع الحكومه صاحب الجلاله. وهذا مشروع صاحب الجلاله نصره الله، وهذه هي التعليمات صاحب الجلاله باش نمشيو ابعد نقطه اللي كتصور انت ما يمكنش نمشيو ليها، خصنا نكونوا فيها ونكونوا الملاعب موجودين فيها. اولا جيت سعيد وفرحان بزاف صراحه بهذا يعني بهذا الحفل اليوم اللي من خلاله تم التسليم ديال الملعب البلدي بصفة رسمية للجامعة ديال ميدار. هذا صراحة بالنسبة لهذا الملعب بالنسبة لنا كنا كننتظروا شحال هذه، ولكن الحمد لله اليوم تحقق وتبارك الله يعني في هذا الشكل ديالو اللي كيفرح. وما علينا دابا إلا أننا نحاولوا ونزيدوا نعزوا بمجموعة المرافق أخرى، ولو أنه في هذه الساعة ربما كان أعتقد بأنه كافي، ولكن مع ذلك نتمنوا الأندية اللي كيمارسوا هنا التهمة يديروا مجهود معنا يحافظوا على هذه المعلمة وعلى هذه المنشأة، وفي نفس الوقت يديروا نتائج مزيانة اللي تسمح لنا حتى حنايا باش أننا نواكبهم بإنجازات أخرى في هذا الملعب. هذا مواصفات عالية وتوجيهات الملكية ديال سيدنا، قدرنا ندير واحد الملعب نموذجي في الإقليم ولا في الجهة. وتنشكروا جميع المشاركين والشركاء اللي ساهموا معنا في هذا الملعب. يكون عندنا بزاف ديال اش نقول لك، بزاف ديال الفروق اللي غادي يديروا مدارس واكاديميات باش يطوروا الكره القاعديه، لان دابا في المغرب غادي بواحد من بعد كاس العالم غادي بواحد التطور غادي يكون كبير ان شاء الله، وغادي يعطي واحد السمعه هذا الملعب هذا يعطي واحد السمعه للفرقه، وغادي نحقوا بانجاز كبير ان شاء الله. الحمد لله دابا حين تحل التيران ديالنا غنبقى نصطادفوا في التيران ديالنا، وهذا التيران يعني اش غنقول لك، يعني ما حنايا في الديبار كنا كنستناه، ولكن الحمد لله جا الفرج دابا. واش غنقول لكم، وفرحنا بزاف. والدراري دابا راه كيفاش كتشوفوا دابا كاين يعني البراعم كثروا هنايا دابا، هنا غنبقى النادي غادي نصطادفوا بزاف ديال الدراري من هنا الفوق. كنا كنشتغلوا هنا في ميدار، كنا كنشتغلوا شويه في التراب في الحمري، والحمد لله دابا جات جامعه دارتنا كثيرا مستعشب بغازون اصطناعي حاليا باش تحنيا نوفروا شويه الامكانيات اللي عندنا للدراري ونكونوهم في تكوين احسن. بالنسبه حنا في مدرسه نادي امل ميدار، اول حاجه اللي كنهتموا بها هي القاعده، هي الفئات الصغرى. عندنا ما يزيد عن 100 طفل كيمارس في نادي امل ميدار. كنا كنعانيو غياب الملعب، كنا كنترينيو كما كنقولوا في واحد ملعب ترابي صغير لا يسع لشيء. اما حاليا دابا الحمد لله ملي تفتح الملعب البلدي ديال الميدار غيكون واحد افاق كبير ان شاء الله في الرياضه ديال كره القدم في مدينه ميدار، غيكون واحد تحسن في المستوى ديال اللاعبين.
كنلعب مدافع، وهذا النهار واحد الاحساس كبير كيف تحو التيران ميدار بعد معاناه كبيره. كنا ديما كنستقبلوه في الدريوش لمده 7 سنين، دابا كنلعبوا في مدينه الدريوش. دابا وهذا العام كاين فريق نجم ميدار عنده واحد الاحساس كبير باش يطلع راه في المراتب الاولى. كنشكروا صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله واياده، وكنشكروا السيد فوزي القجع اللي كيعطي واحد الاهميه بالغه للجهه الشرقيه اللي كيقرب كل حاجه مزيانه للسكينه. فعلا هذا الشيء كيتلج الصدر كيفرح بزاف. حنا كنا متحمسين بزاف باش تكون عندنا الارضيه فين نمارسوا حتى حنايا الرياضه. انا فرحان بزاف هكا، دابا غادي يمكن نلعبوا مع فرق اخرين هنا بلا نمشيو عندهم، انا فرحاني بزاف. انا كنلعب مع نادي امل ميدار، الصراحه هذا الملعب اللي دايره زوين بزاف، و يعني كيستحق انه يكون هنا في مدينه ميدار حيتاش كاين بزاف ديال الدراري هنا، يعني كيعجبوهم حتى هما يلعبوا في هذه الملاعب هادو، وبقاو حتى هما ويوليو لعابه كبار ان شاء الله.